السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما هو القفص المثالي المناسب لتربية الطيور وتزاوج الطيور ووقايتهم من الأمراض؟ القفص الجيد جدا الذي تستطيع تربية طيورك فيه. طبعا أولا هي النظافة، قبل كل شيء نظافة الأقفاص هي أهم شيء. يجب أن تقوم بتنظيف المشربية والمآكل بشكل مستمر. طبعا المآكل المشربية أنت حر، ولكن أقل شيء هو كل شهر مرة أو كل 20 يوم مرة تنظيفهم وتطهيرهم، والمجسمات أيضا وكل شيء يخص القفص يجب تنظيفه بشكل مستمر. والثاني شيء هو بعد النظافة، وأيضا يأتي بمقام النظافة في الأهمية، هو وضع فاصل بين أرضية القفص والقفص. هذا الفاصل الذي ترونه الذي هو بين الأرضية وبين القفص، مثلا هذا هو درج الطيور الذي نقوم به عند التنظيف، وهذا هو الفاصل الشبكي الذي يعزل بين الأرضية وبين الطيور. لماذا هذا الفاصل المهم؟ أغلب المربين لا يضعونه ويقولون أن هذا الفاصل الطيور لا تستطيع المشي فيه وتعلق قدميهم فيها أو ما شابه. لا، هذا شيء خاطئ. يجب وضع هذا الفاصل لأن الطيور تعزل، هذا الفاصل يعزل بين الطيور والفضلات أعزكم الله، وبذلك لا تقوم الطيور بالدوس على فضلاتها، الدس بقدميهم على فضلاتها، وبذلك يصبح مظهرهم غير جميل، وأيضا يصابون بالأمراض والإسهال أعزكم الله. وكي لا يقوموا بالتقاط البذور التي وقعت على الأرض والتي قد توسخت ببرازها، فإذا قاموا بأكلها فسوف يمرضون، والإسهال هو في قائمة الأمراض. ولكن هناك الطيور لا تأكل إلا من المأكلية، ولكن هذه الحركة كحركة خطوة أساسية. هناك طيور لا تأكل إلا من المأكلية هذه، ولا تأكل من الأرض، ولكن هذه الخطوة كخطوة أساسية، وخاصة في الحسون كما ترون هذا الزوج الحساسين. انظروا كم هو البعد بين الأرضية العازلة وبين الأرضية العازلة وبين الشبكة العازلة بين الطيور، مسافة كبيرة جدا كما ترون، لأن الطيور الحسون هي طيور حساسة جدا وخاصة للمرض. لذلك كل حساسيني قد قمت بعمل هذه الأرضية لهم، كل حساسيني كما ترون قمت بعمل هذه الأرضية. طبعا هذه الأرضية هي صعبة نوعا ما، لذلك صعبة أن أدبر هذه الأرضية العازل على هذا القياس، كما ترون قياس كبير جدا، ومستحيل الحسون أن يصل إلى البذر المتسخ في الأرض. هذه الخطوة هي خطوة أنا لا أقوم بتربية الطيور إذا لم أعمل بها. طبعا هناك شيء آخر أيضا، أن لا يكون القفص مدهون بطلاء. هذا ليس طلاء طبعا، هذا القفص مصنوع في حلب، هو لون أحمر ولكن ليس طلاء، إنه يأتي مصبوغ وجاهز، صبغة خاصة بأقفاص الطيور. وإذا كان طلاء، الطلاء سوف يؤذي الطيور، لأن هذه الطلاءات عادة ما تكون سامة، والطيور التي من فصيلة البغبغاوات، هذه من فصيلة البغبغاوات، هذه الباجي أيضا تحب اللعب في هذه الحدائق للقفص. ولا هذه غير مدهونة بالطلاء، وهذه كانت مدهونة، ولكن لا أعلم، ربما هذا الطلاء هو غير قابل للإزالة أو ما شابه، وربما هذه الأقفاص حديثة في هذا العام قد انشئت، ولكن أنا كنت أقصد هذه الطيور تأتي بدون طلاء، فالطلاء هو ضار الطيور. ربما هذا الطلاء هو طلاء مخوى أو لا أعلم، شيء ما شبه عن ذكرناه، طلاء مخوى أو طلاء خالي من ربما لا ينتقل أو لا يزال، لا أعلم. ولكن الأقفاص القديمة كلها معروفة أنها بدون طلاء، وهناك البعض يقومون بوضع الطلاء عليها، وهذه الملاحظة هي لهم. وضع الطلاء على قفص الطيور هو شيء خاطئ جدا، لأنه يكون سام، ويفضل أن لا يكون القفص مصنوعا من الخشب. طبعا القفص، نذكر القفص وليس العش، لأن العشاش أغلبها من الخشب، ولكن نقصد هنا في الطيور التي تنصنع من الخشب، لأن الخشب تتجمع، عفوا الحشرات تتجمع
عند الأخشاب، خاصة إذا كانت الأرضية خشب أو ما شابه، فالحشرات تتجمع هناك. والحشرات هي خبيثة جدا للطيور، وخاصة الفاش اللعين، فيدخل إلى رئة الطيور وإلى جسم الطيور ليمتص من دمهم ورئتهم أو ما شابه. طبعا أيضا يجب اختيار الأقفاص الحديدية كما ذكرنا التي لا تتصدأ. هذه الأقفاص ما شاء الله لا تتصدأ، هي صناعة حلب وتسمى أقفاص الشهباء، وهذا ليس بدعاية لهم، ولكن أقفاص الشهباء أنا أقوم باستعمالهم. هذه هي أقفاص الشهباء، هذه إشارتهم، أقوم باستعمالهم ولا تتصدأ. سبحان الله، لا يشبه صدأ، فالصدأ هو قاتل الطيور أيضا. وأيضا يجب عدم وضع أشياء حادة داخل قفص الطيور، مثلا التيل، هناك بعض يقومون بإغلاق، مثلا هنا يكون في هنالك فراغ يقومون بإغلاقها بشيء حاد مثلا، أو تثبيتها بالتيل، فبذلك تكون أشياء حادة فتتضرر الطيور منها عندما تقوم بالطيران أو الشجار أو ما شابه. يجب عدم وضع أشياء حادة داخل قفص الطيور. وأخيرا يفضل استخدام الأواني البلاستيكية للأكل والشرب وتخزين الطعام. هذه الأواني البلاستيكية وهذه المأكلية البلاستيكية والمأكلية الداخلية البلاستيكية والعش أيضا بلاستيكي، وهذه التي نقوم بوضع البيض فيها وتخزين البيض فيها من الصبح إلى العصر مثلا، يفضل أن تكون جميعها بلاستيكية، و يجب توفر كل هذه الشروط. وإن شاء الله لديك تربية مثالية للطيور، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.